20. اولا السلام عليكم ومرحبا بك على قناه شوف تيفي. قربنا شويه من الاشمنه ديال فتره الصباح. السلام عليكم. لا السلام خويا. عندك لبسنا 120 بصل الكرمه. 120 120 والفلفل 120 نعم بس 100 اخر 100 بصح شحال 120 بالنسبة للبطاطا شحال الثمن ديال البطاطا؟ 120 بطاطا جديدة جديدة دي ولاد زيان عبر عبر. وبالنسبة هذه 120 بطاطا حلوة 120 120 كاين الثمن ديال البطاطا؟ كاين الثمن بزاف بزاف. شنو السبب ديال الرشي فهاد الحر؟ انا غادي نبدا نشوف غير الخضرة ياك كلشي دابا كلشي الكازوار داكشي الكازوار وانا مغليه ما عطيش 100. وبالنسبة للخيزر ديال الدراهم بعد الدرام ايه تشوى طالع في الثمن جديد هذا. وبالنسبة للدرام 120 شي فرو بعد الدرام بعد الدرام الكيلو ايه قرع كورجيت قلت شي 6 درام 120. وبالنسبة للحامض الثمن ديال الحامض 120 120 واللوبيا اللوبيا 160 160 نازلة شوية في الثمن شوية غنطالع ما عرفتش غنطالع بزاف. بالنسبه للمطيشه شحال الثمن ديال المطيشه؟ مطيشه 100 الوالديه ولا ديال الوالديه الوالديه 5 درهم نازله شي شويه في الثمن واخا هكاك. البصله 6 درهم البصله شنو مغلي البصله كلشي غالي. البصله ما حداش 6 درهم كيبيعوها 7 درهم انا كيدير 6 درهم يعني ناقص شويه ناقص شويه الثمن ديال البصله ناقص درهم انا هو الدرب انا موين دابا حنا عايشين معاهم وما عايشين معانا هادشي اللي كاين تخدم غير معانا مع السيكتور مع السيكتور. شو السبب ديال الرشيفه هادي الثمن ديال الخضره؟ ديال الكازوار الكازوار هو اللي مغلي داكشي الكازوار غالي والله يديم. باش كتجيبوها كتجيبوها بالثمن؟ كنجيبوها بالثمن ونبيعوها بثمنها باش جايبين. انتوما ما عندكمش الرباح في مسخرين لهاد الناس الخيار شحال الثمن ديال الخيار؟ البنجال البنجال 100 خيار 120 فلفلة هي 120 6 دراهم هي 6 دراهم كنسخروا لهاد الناس صحيح ما كيجيب لنا والو بلي انا كلشي عندك 6 دراهم بلي كلشي 6 دراهم هنا كلشي غالي كلشي غالي 6 درهم ما فيها حتى حاجه والله ما فيها حاجه ياك البركه ديال الله وصل. صرف ما عنديش شحال من عام شاف هاد الحرفه ديال 16 سنه وانا في الحرف 16 سنه 16 سنه تبارك الله. كيفاش دخلتي لها؟ عمر ديال الدري. كيفاش دخلتي لها؟ دائما هو الشركة وما ساعدتني شي وقت انا نجي ندير هاد الحرفة ديال الخضرة. في ذاك الوقت كانت الخضرة كانت ميدة كانت رخيصة هذيك الساعة الخضرة الخضرة ولاو حاسبين عليك من البلاصة من عند القرو محسوبة لك بحال ما كبتي امانة ما قديناش نريحو صاحبي كلشي غالي ودي خويا والله الا كلشي غالي كلشي غالي لا 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 تقهرنا في هاد البلاد والله الا تقهرنا في هاد البلاد ما تقبلينوش. دابا امي كصغيره كتقول الراجل فيها 50 درهم كتحشم قال لي 50 درهم ديك صغيره ب 50 درهم ما هينا مره ويني والو خويا ما عندك ما دير صافي هادشي هادشي اللي مقسم الله هو هذا ما عندنا ما نقول كلشي غالي دابا كلشي غلا يلا كدي ديك 50 درهم ولا شنو هي كتسير على الوليد ديالها ما دايره والو نبقى حنين مع الوقت
مع الزمان. قلت لي ميكا صغيره ب 1000 ريال. ميكا صغيره ميكا كديها دي ب 1000 ريال. اخناك بالله ميكا كديها دي ب 1000 ريال اش تحشم تقولها كاع البنادم. شفت ليا ما كيتقبلهاش. والله ما يتقبلهاش. كتعصب زعما شويه شويه من الحاجه فيها كيف. كاين اللي كيتقبل وكاين اللي ما كيتقبلش. شحال دابا الطاجي ولا كيطلع باللحم؟ طاب الخضره شحال؟ طاب الخضره يطلع لي ب 1000 ريال. وانا زاد اللحم يبقى لي 100 درهم. احسن عاون لي عند الدراري ما اللي ما عندوش دراري مازال شويه شويه باش ما كان غير الغرام اللي عند الدراري مسكين فين راه يعطي راسه يشري البوطه يشري الدقيق يشري السميد يشري الزيت البوطه يلحقوا 2800 والبوطه يلحقوا 2800 قال الحاجه فين جاك الثمن الحاج ها جاك الثمن صافي خدموا على البوطه شي يجري على البوطه اخويا لا تخارنا في الليل. الله ينصر الحق والله ينصر المالك عدنا المالك والله في هذه البلاد.